خليني ان انا انتهز الفرصه ديت واقول لكم، لما كنا بنتكلم مع الدكتور عمرو قلت له هات لي الشباب يكلموا عشان هم يقدروا يكلموا مع اقرانهم اللي في سنكم اللي موجودين في الجامعه واللي موجودين في الكليات المختلفه والمعاهد، ويسمعوا منكم ان التجربه فيها فرصه. وبالتالي لما نقول احنا شيء، ولما تقولوا انتم تجربتكم الذاتيه وانها لسه في يعني ما شاء الله شباب صغير خالص 18 و20 ولا اكتر ولا اقل يعني، ويبقى النهارده عنده فرصه ان هو يجيب حتى مصروفه، يعني ده امر اكتر من رائع النهارده ان يبقى ابني من ابنائنا. التجربه كده، الفرصه كده، التعليم والتاهيل والجديه تحقق ده. وفي من الكلام اللي يعني تحدثنا فيه او تحدثتم فيه انتم في كثير من الفرص متاحه لشبابنا، بس عايز جهد منه. احنا هنوفر التعليم المطلوب والتاهيل المطلوب مهما كان العدد، بس المستوى. انت كمان ساعدني بانك انت تدرس وتجهز نفسك عشان تقدر تخش في المستوى المناسب ليك في اسرع وقت ممكن، اللي يخليك تقدر تلتحق بسوق العمل ده وتبتدي تتكسب منه وتبقى نافع لنفسك ولاسرتك وكده. انا بهنيكم وبشكركم وبشكر كل من هو منكم وما شفناهوش. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. شكرا حضرتك.